شعبي فود يوميا في 26 دقيقة على دوزام. هذه ماشي غير ماكلة، لا لا لا، هذه قصة شعب دواق، قصة مازال كتحكى بين الدروبة والسواق. ماكلتنا الشعبية بسيطة وبنينة، من طنجة للصحراء هي جزء من ثقافتنا، من هويتنا. شعبي فود ماشي برنامج ديال الطبخة سيادنا، لا لا لا، شعبي فود مسارية عراضة جلسة ونزاهة باش نزيدو نعرفو ونفتخرو بشكون حنا. أحسن رمضان على دوزام. دوزام تجمعنا. رمضان كريم.